أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري أن العمليات العسكرية الكبيرة التي ينفذها التحالف في اليمن أوشكت على الانتهاء. وقال عسيري في تصريح للوكالة الفرنسية للأنباء إن المعارك الكبيرة في اليمن تشارف على نهايتها، مشددا على أن السعودية لن تتخلى عن اليمن. وأشار إلى أن اليمن سيظل بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب الفوضى، محذرا من تحول اليمن إلى ليبيا ثانية. وأوضح أن التركيز سينصب في المرحلة القادمة على إعادة الاستقرار في اليمن وإعادة الإعمار. وأكد عسيري عودة الهدوء إلى المناطق الواقعة على الحدود السعودية اليمنية بفضل جهود الوساطة العشائرية. يبدأ اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان-مار أيلوت زيارة إلى تونس تهدف إلى الرفع من الدعم الفرنسي للحكومة التونسية في مواجهة الاضطرابات الأمنية والاقتصادية وفق ما ذكره مسؤولون فرنسيون. وأوضح دبلوماسي فرنسي أن باريس تعتزم تقديم حزمة مساعدات لتونس بقيمة 1 مليار يورو على مدى 5 سنوات لمساعدتها على تنمية المناطق الفقيرة وتوفير فرص العمل وتطوير الهياكل الإدارية. وعلى المستوى الأمني يرتبط البلدان بخطة لتجهيز وتنمية قدرات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في تونس بتكلفة 20 مليون يورو بالإضافة إلى تعاون استخباراتي. الآن إلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية. قال بنك ووري الكوري الجنوبي إنه قرر المشاركة في تمويل الطائرات لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، وذلك خلال اجتماع مجلس مراجعة الاستثمار. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المتوقع أن يقدم البنك قروضا بقيمة 70 مليون دولار بضمان 6 طائرات مستخدمة ستشتريها شركة الاتحاد وبمهلة 4 سنوات و6 أشهر. قالت شركة غولف كيستون بتروليوم إن حكومة أقليم كردستان العراق لا تزال مدينة لها بمبلغ 178 مليون دولار مقابل صادرات النفط والتكاليف المتعلقة بحقل شيخان النفطي شمالي الأقليم. وذكرت الشركة أن خسائرها بلغت 135 مليون دولار في عام 2015 وأن إنتاج حقل شيخان قد يبدأ بالانخفاض في العام الحالي إذا لم يوافق شركاؤها والحكومة على خطط الإنتاج السريعة. طرح المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب مناقصة لشراء 160 ألف طن من الشعير من السوق المحلية، وهذه رابع مناقصة ضمن خطة حكومية لدعم 800 ألف طن من الشعير لمساعدة المزارعين في مواجهة حالة جفاف في البلاد. وقال المكتب في بيان إنه سيفتح باب تقديم العروض للمناقصة في 24 من آذار مارس الحالي. قالت وزارة التجارة الصينية إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع المالي في البلاد ارتفعت في شباط فبراير بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.5 مليار دولار. وذكر متحدث باسم الوزارة أن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة هذا العام. أعلنت مصادر عسكرية في الصومال مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية أمس خلال اشتباكات في جنوب الصومال وشمالها. وقال الجيش الكيني إن قواته أحبطت هجوما على معسكر للجيش الصومالي وقوات الاتحاد في منطقة جوبا جنوبي البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 19 مسلحا. من جهتها أعلنت سلطات إقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال مقتل 11 مسلحا من حركة الشباب خلال المعارك بعد هجوم على المنطقة شارك فيه 100 عنصر من التنظيم. أما الآن فنترككم مع آخر أخبار الرياضة.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب الأولد ترافورد الذي سيكون مسرحا لمباراة كلاسيكو إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول في إياب الدور الثمن النهائي للدوري الأوروبي. المهمة تبدو صعبة للغاية بالنسبة للشياطين الحمر إذ يتعين عليهم الفوز بفارق 3 أهداف لبلوغ الدوري المقبل، بينما يسعى الردز إلى تسجيل هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض ويضمن لهم الوصول إلى الدوري المقبل. وفي بقية المباريات يحل دورتموند ضيفا ثقيلا على توتنهام ويستضيف باير ليفركوزن نظيره فياريال. اعتلى كورنثيانز البرازيلي صدارة المجموعة الثامنة لكأس الليبرتادوريس بعد فوز الثمين على ضيف سيرو بورتينو الباراغواياني بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دوري المجموعات. وافتتح لوكا باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 قبل أن يسجل ماريكو هدفا في شباك فريقه في الدقيقة 61 من عمر المباراة. ولم تفلح محاولات الضيوف في تعديل النتيجة ليخرج الفريق البرازيلي بفوز ثمين يقربه من التأهل إلى الدور ثمن النهائي. وفي السعودية يستضيف الشباب نظيره الرائد في الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى الشباب لإنهاء مغامرة منافسه الذي يحاول تفادي شبح الهبوط هذا الموسم والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق اللقب الرابع له في تاريخه. وفي عالم الكرة الصفراء تمكن الإسباني رافائيل نادال من بلوغ الدور الثمانية لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس بعد تغلبه على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 6-7 و6 لا شيء و7-5. ختام جولتنا الرياضية مع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث تغلب جولدن ستيت ووريرز على نيويورك نيكس ب 121 نقطة مقابل 85 ليعزز جولدن ستيت من صدارته المجموعة الغربية في دوري الـ NBA. استضافت العاصمة البريطانية لندن مهرجان هيومن رايتس ووتش للأفلام في دورته 20، وعرضت في المهرجان أفلام من منطقة الشرق الأوسط تناولت قضايا إنسانية من بينها أزمة اللاجئين. يوسف الحلو تابع المهرجان وأعد لنا هذا التقرير. يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقائق إعلان نتائج. 15 فيلما وثائقيا تحكي قصصا إنسانية ودرامية عرضت في دور السينما بلندن بعد أن تم اختيارها بعناية من بين 600 فيلم من مختلف دول العالم. مهرجان هيومن رايتس ووتش قدم هذا العام عدة مواضيع خصصت جانبا من عروضه لأفلام تتناول قضايا المرأة وحقوق الإنسان وأزمة اللاجئين، حيث كان لسوريا وفلسطين نصيب فيه. بدنا أدوات موسيقية. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوء البالي. في كل مهرجان نعرض عدة أفلام من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وسوريا بالتحديد. هناك علاقة وطيدة بيننا في هيومن رايتس ووتش ومع مخرجي الأفلام، فهم يعتمدون على تقاريرنا والإحصائيات التي نجمعها، لذلك نحن نتبنى هذا المهرجان لنتحمل جزءا من المسؤولية لزيادة الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان. غزة في هذا الوقت؟ والله أنك مجنونة. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة. ماشي. فيلم The Idol للمخرج هاني ابو اسعد كان حاضرا بقوة، والذي يجسد قصة صعود النجم الفلسطيني محمد عساف وكيفية طموحه للمشاركة بمسابقة فنية لابراز هوايته، الا ان رحلة سفره من قطاع غزة لمصر لم تكن سهلة نتيجة اغلاق الحدود. اما فيلم The Crossing فيعكس معاناة اللاجئين السوريين في رحلة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط والتحديات التي تواجههم في التأقلم مع الواقع الجديد فور وصولهم لبر الأمان. عرض الأفلام في دور السينما مستقلة يأتي ليوفر نمطا فنيا مختلفا لرفع مستوى الوعي للمهتمين بالظواهر الاجتماعية حول العالم. مهرجان هيومن رايتس ووتش السينمائي في العاصمة البريطانية هو مبادرة كما تقول الجهة الراعية تهدف لتسليط الأضواء على قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال توثيق الأحداث وإخراجها في أفلام وثائقية. يوسف الحلو، التلفزيون العربي، لندن. نهاية النشرة، إلى اللقاء.